نشكر جزيلا رئيس الجامعة على هذه الكلمات الطيبة. نطلب من عميد الكلية تقدم لإلقاء كلمة ترحيبية هو أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. سماكم تعرفوني ما شتيش نهضر، شتي الخدمة. حاجة اللي ناكد عليها نشكر النادي العلمي الأرشيتكتير اللي نصب يعني مؤخرا وقلقني، حبوا يخدموا سما فوق يعني ولا استرس ولا بالنسبة لي، والحمد لله بداو البيرو تاعهم اللي قاعدين يجريوا عليه، ودرك هم قايمين في الدور. نشكرهم لأنه بمثل هذا الأنشطة وبمثل هذا الشباب يطور القسم، كذلك القسم هذا راهو يخدم في صمت، يعني عمري ما جاوني مشاكل مع القسم هذا، وهذه الطبعة الخامسة تثبت باللي راهم يخدموا في صمت، وقاعد نشوفوا غير في النتائج تاعهم بدون مشاكل، بدون عراقيل، بدون كذا. إذا نرجع للكلمة، نرحب بسيد مدير الجامعة عندنا وعمداء الكليات، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ورؤساء الأقسام والطلبة والموظفين وكل ونقابة نقابة المهندسين المعماريين اللي كان عندها دعم لهذا الملتقى. كذلك نشكر لجنة التنظيم وعلى رأسها الأستاذة زرتي منى، إذا نشكرها، كما أشكر رئيس القسم وكل أساتذة القسم على المجهود الجبار اللي يقوموا بها، ونتمنى لهذا الملتقى النجاح والمثابرة، وتكون هناك ديمومة في العمل. كل سنة لازم يكون هذا الملتقى حاضر ما بيناتنا لما فيه الفائدة للقسم ولا الطلبة وكل المجتمع ولا العائلة، عائلة الجامعة. شكرا لحضوركم، ونتمنى لهذا الملتقى النجاح والتألق.